إذا الآن خلينا نطلع على المراحل اللي بتصير في المحرك. أول مرحلة إيش بصير عندي في المحرك؟ لو بدنا نبدأ من البداية، إيش حطينا على أطرافه الثلاثة؟ فولتج. إيش مر عندي؟ رح يمر كارنت. الكارنت هذا إيش أول لص رح يقابله؟ أول لص رح يقابله شو اسمهم؟ كوبر لوسز. أشكرك. كوبر لوسز. إذا رح يكون في عندي هون عندي هون نسميها R ستيتر X ستيتر، عندي هون ستيتر كوبر لوسز. راح نرمز لهم بالرمز ستيتر كوبر لوسز. شو سببهم هدول؟ كوبر النحاس اللي هو كيف ايش بعبر عنه اللي هو اي سكوير ار، مش هيك؟ اي سكوير ار اس. هلا انا راح ارسم الايكوفالنت سيركت تبعت هذا المحرك بير فيز. انا عندي 3 فيزز مزبوط، ولو بدي ارسم بشكل دقيق راح يكون عندي سلك وسلكين وثلاثه، بس انا هرسم كاني برسم فيز واحد بس منها. هلا هون عندي راح يكون كمان في كور لوسز. مين وين تتذكروا الكور لوسز مرت علينا؟ تمام، وين مرت علينا؟ الترانسفورمر. الاندكشن موتور بيشبه الترانسفورمر لحد كبير، هو الروتيشنال ايكوفالنت للترانسفورمر. فعندي نفس الشيء، راح يكون عندي ار سي. ار سي شو بتمثل؟ اي لوسز اللي هم ايش هم؟ الهستريسيس والادي كارنت لوسز. اذا ار سي هي الادي كارنت لوسز والهستريسيس لوسز، وراح يكون في عندي ماجنتايزيشن كارنت نفس الطريقه اكس. إذا تاني لوسز ايش راح تكون؟ أول لوسز راح تكون ستيتر كوبر لوسز، اللوسز الثانية راح تكون الكور لوسز، والكور لوسز تعتبر هي الإيدي كارنت لوسز والهاي. طب اللوسز اللي في اكس ام؟ شو اللوسز اللي في اكس ام؟ قديش بخسر في اكس ام؟ شو اللوسز اللي بخسرها في اس ام؟ شو الباور؟ قديش الباور ديسيبيتد في الاندكتر؟ زيرو. تمام، ما في لوسز في اكس ام. اللوسز هل بصير في عندي لوسز في اكس ام؟ مش هو رياكتيف اليمنت مش بعطيه انا باور وبرجع لي اياها، بعطيه باور وبرجع لي اياها. وين اللوسز بتصير؟ اذا هون ما في لوسز، هاي بس بتمثل انه عندي في كرنت بيمشي على 90 درجه مع الفولتج اللي هو الماجنتايزنج كرنت. هلا هون في عندي زي ما عندي بالترانسفورمر في عندي كمان محول، في عندي كانه عندي محول من الروتر للستيتر مزبوط؟ لانه هل في وصله كهربائيه بين الروتر والستيتر؟ ما في. اذا في عندي زي المحول، كيف المحول كان عندي ماجنتيك يتحول الانرجي لماجنتيك انرجي بالكور وبعدين الكور ترجع مره ثانيه، هون نفس الفكره عندي. اذا عندنا هون راح يكون كانه في عندي ترانسفورمر افكت. هذا كانه ستيتر وهذا كانه روتر. هون ايش راح يصير عندي كمان؟ هلا الباور اللي بتنتقل عبر الجاب هاي هون كانه في عندي هون اير جاب مضبوط؟ هاي راح نسميها باور اير جاب. مش في طاقة بتنتقل عبر الاير جاب؟ كيف تنتقل الطاقة عبر الاير جاب؟ ما فيش سلك عندي من البرايمري للسكندري. ماجنتيك انرجي تنتقل كانها ماجنتيك انرجي. راح تنتقل من البرايمري للسكندري عبر هذه الاير جاب، راح تسمي هذه الاير جاب، والاير جاب راح تنقسم لجزئين. جزء راح يروح روتر كوبر لوسز، جزء اللي كان زانيجا روتر كوبر لوسز، وهذا راح تصير باور كونفرتد. ليش في عندي روتر كوبر لوسز؟ الكويل وين؟ على الارميتر. شيك على الروتر. ايش في بالروتر داخله؟ سكوريل كيج. ايش في عندي؟ سكوريل كيج مضبوط. خلص الماجنتيك سيركت اخذناها بعين الاعتبار، هاي البرايمري والسكندري، خلصنا هذول ايدي كارنت لوسز. هل في كارنت رح يمشي بالروتر؟ في كارنت؟ تذكروا هي شو قلنا؟ جنريتر، والجنريتر رح تولد كارنت، والكارنت بعدين رح يعطيني. اذا الروتر ايش رح يمشي فيه؟ كارنت. رح يمشي فيه كارنت.
اذا هو راح يتكون عندي هاي راح اسميها ار روتر على اس وهذه اكس روتر راح يمر طبعا عندي اذا راح يكون في عندي لوسز هون اللوسز هون ايش راح تكون روتر كوبر لوسز جزء منها راح ينقسم الروتر كوبر لوسز وجزء راح يروح لكونفرتد باور شو يعني كونفرتد باور؟ كونفرتد لايش؟ زي الحراره الحركيه اه بس مش حراره لا كونفرتد ايش الكونفرتد هون؟ هاي حراريه راح تروح راح تضيع في الريزستر مظبوط؟ صحيح شو الكونفرتد هاي؟ لايش؟ لا من الكتريكال لايش؟ ميكانيكال تمام هذه هي كونفرتد فروم انا مش عندي كارنت هلا من الكتريكال باور لايش؟ ميكانيكال باور هاي اول خطوه بتجي عندي طول هاي رح تتوزع بنسبه اس 1 ماينس اس قديش اس زائد 1 ماينس اس قديش تعطيني لما بجمع اس زائد 1 ماينس اس 1 مش هيك؟ كاني عمالي بقول المصاري اللي رح اعطيك اياها رح تتوزع بنسبه 5% لزميلك و 95% لزميلك الثاني ماشي واضح هاي هي النسبه هيها اس احنا نتوقع يكون الرقم صغير قديش يعني تقريبا 5% او 3% مش هيك اذا لاحظوا قديش اللوسز خسرتها قديش نسبه الاير جاب باور قديش نسبته منها راحت على الفاضي اس منها 3% وقديش بضل منها حتى يتحول ميكانيكال باور 97 او 95 او 93 ماشي واضح هون اس 1 ماينس اس حتى امثلها هون بقسم هاي المقاومه لقسمين هو فيش هي مقاومه انا في عندي هون مقاومه راح اسميها ار ستيتر ار روتر والمقاومه الثانيه وهاي راح تكون 1 ماينس اس في ار روتر انا كان عندي ار على اس واحدة منهم ضربتها بس وواحدة ضربتها بواحد ماينس اس على هاي كأنها هون كأنها اس على اس انقسمت المقاومة لمقاومتين في مقاومة أصلية هي عبارة عن ار ار مضروبة في اس على اس يعني كأني ضربتها بايش؟ واحد شو بتمثل هاي المقاومة؟ هذه هي الكوبر لوسز بالروتر طب وهاي شو هي؟ هاي الكونفرتد باور مثلناها في مقاومه على شكل مقاومه هو ما في مقاومه ار ار في واحد ماينس اس على اس بس في باور رح تتحول لميكانيكال باور الباور هاي رح تتحول من الكتريكال لميكانيكال كانها بتتحول عن طريق ريزيستر يعني هذا هون هو عباره عن موديل بيمثل لي التحول للميكانيكال انرجي هاي هي الروتر كوبر لوسز فهاي المقاومه حتى احنا نعبر عنهم عبرنا كانه في عندي مقاومه ثانيه المقاومه الثانيه هي ار ار 1 ماينس اس على اس هذا الرقم ايش تتوقع يكون لو كانت اس 5% قديش هذا الرقم 1 ماينس اس على اس 1 ماينس 5% راح تعطيني 95% 95% على 5% بعطيني قديش 19 لكن معظم الباور راح تتحول لميكانيكال باور وجزء منها راح يروح لوسز هون في الروتر اذا خلينا نلخص اذا شو اللي صار عندي الباور كونفرجنس اول شيء عندي باور ستيتر كوبر لوسز وبعدين عندي كور لوسز وبعدين عندي انتقلت هلا بعد ما خسرت الكور لوسز انتقلت الباور الاير جاب الاير جاب انتقلت الاير جاب باور من هون لهون ايش صار عندي الان؟ روتر كوبر لوسز مظبوط؟ هلا هون تحول عندي صار ميكانيكال مظبوط؟ يصير في عندي لوسز هلا فريكشن اند ويندج ايش فريكشن؟ فريكشن الميكانيكال فريكشن مش بدي الف الجهاز هذا؟ هذا المحرك حتى لو انت مش حاطط عليه لود مش بدك تتغلب على الفريكشن اللي موجود فيه؟ مظبوط؟ لو عندي محرك لو اعطيتك محرك قلت لك لفه بايدك ليش بتحتاج باور تلفه ما انت مش حاطط عليه لود؟
فريكشن. في فريكشن، يعني لو انت مسكت المحرك ولفيته بايدك وما فيش سبلاي راح تحس انه في لوسز هون، ويندج اللي هي مقاومه الهواء له. وبعدين اخر شيء في عندي سترين لوسز، اشياء ثانيه بنخسرها. هذه خساره وهي خساره وهي خساره، مزبوط؟ وهي خساره وهي خساره، ايش بضل عندي بالاخر؟ اليوسفول باور بدي استخدمه. شو اللي بدخل عندي على السيستم؟ يعني بقدر افكر في المحرك هون بدخل له بي الكتريكال، وهون ايش بيطلع عندي؟ بي ميكانيكال، وهون نعم هذه ستري، ستري ضائع يعني اشياء اخرى. هاي اللوسز المختلفة بخسرها من الالكتريكال باور. إذا بدخل على السيستم الالكتريكال باور بخسر لوسز من هون، وبضل عندي بعدين الميكانيكال باور اللي موجودة.